بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة وتحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم. هنا من المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وبرعاية رسمية من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى شاشتكم شاشة تلفزيون قطر نلتقي على مائدة القرآن لنرتقي بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. أبدأ هذه الحلقة باسمكم مشاهدينا بالترحيب بأعضاء لجنة التحكيم، فمرحبا بك شيخ أحمد المعصراوي. شيخ عبد الرشيد صوفي حياك الله. حياك الله. الشيخ محمود عكاوي أهلا ومرحبا. مرحبا. دكتور محمد أمين مشالي حياك الله. حياكم وحياكم. مشاهدينا الكرام، مع بداية هذه الحلقة يطيب لنا أن نسمع آيات عطرات من فم شيخنا العلامة الشيخ أحمد المعصراوي يعلمنا شيئا من أحكام التجويد، وأيضا نستفيد من الوقفة التدبرية على هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. انظر معي إلى قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المولى سبحانه وتعالى بكرمه وفضله يطلب من عباده أن يدعوه، وما عليهم أن يدعوا وإلا ويستجاب لهم. إذا ما دعوا ربهم استجاب لهم فورا: ادعوني أستجب لكم. فوعد بالدعاء أو أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. ثم هنا ملحظ في الآية نفسها عندما يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء أو أشار في اللفظ الأول إلى الدعاء وفسر الدعاء بالعبادة. نعم. من أجمل ما يكون. نعم. وكأن هذه إشارة إلى أن دعائنا وانشغالنا بالدعاء هو عبادة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وكأن الذي يستغني عن دعاء المولى سبحانه وتعالى كأنه في غنى أو ليس في حاجة إلى أن يدعو مولاه سبحانه. والحديث يقول: الدعاء عبادة. الدعاء عبادة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر بأن فعلا تصديقا للآية الدعاء عبادة. ولكن هنا أشير إلى نقطتين لا أزيد عن ذلك عشان خاطر الوقت، وهما: هل الدعاء له شروط حتى يستجاب؟ الحديث الذي جاء في الصحيحين بقول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام أن يستجاب له، أي كيف يستجاب لمثل هذا؟ فهذا يفهم مفهوم المنطوق هذا أن من شرط الدعاء أن يكون مالك حلال طيب، مطعمك حلال، مشربك حلال، ملبسك حلال، أي أنك لا تأكل الحرام، لأن الحرام يمنع استجابة الدعاء. نعم. ومن أدب الدعاء كذا، من أدب الدعاء أن يتجه الداعي ما استطاع إلى القبلة وأن يكون يعني ذليلا خاضعا لله تعالى، حتى يعني عندما يتذلل ويخضع ويخشع لله فهذا موقف الرجاء حتى يقبل منه الدعاء. ولذلك جاء في حديث رواه الإمام النسائي في عندما يقول إن الله، يبين هذا الحديث الذي أذكره أن الله بكرمه وفضله هو الخلاق العظيم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء ألا يستجيب له، فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. الله أكبر، سبحان الله، ما أعظم وما أجمل هذا، إن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وسواك ورزقك يعني إذا ما رفعت يديك إلى السماء لتدعوه فلن يخيبك بل يجيب دعائك ويعطيك ما لا تتوقعه، فهذا فضل الله تعالى. وعاوز أقول إن إحنا في هذه الأيام، هذا الحديث أو هذه الآية التي تدعونا إلى كثرة الدعاء أو تطلب منا أن ندعو الله كثيرا، وخاصة في هذه الأيام اللي هي أيام العشر الأواخر من رمضان التي يطلب منا أن نكثر فيها من الذكر والدعاء، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، حتى إن قال السيدة عائشة عندما سألته لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول، قال لا قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهذا من الدعاء. وعلينا أن نكثر مما جاء في ذكر الدعاء في قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الأيام إن لم يستغل فيها العبد المسلم هذه الفرصة ويكثر من دعاء المولى، وخاصة نحن في أيام يستجاب فيها الدعاء دون شك أو أدنى شك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول راغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، لأن اللي ما يلجأش إلى الله في هذه الأيام ويكثر الدعاء والذكر والصلاة والقيام فهو خاسر، راغم أنف عبد يعني هلك وخسر وخاب، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لعبادته وأن نكثر من الدعاء في هذه الأيام حتى نكون ممن قبلهم المولى وأكرمهم وعفى عنهم. بارك الله فيك شيخ أحمد المعصراوي. مشاهدينا الكرام، مع أول المتنافسين في هذه الحلقة من مصر والقارئ أحمد السيد الغيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها صدق الله العظيم. شكرا لقارئنا أحمد السيد الغيطاني على هذه التلاوة، ونأخذ تقييم شيخ أحمد المعصراوي في البداية ملاحظات أحكام التجويد. ما فيش حاجة ما شاء الله. إذن نبدأ التقييم. تقييم المتنافس الأول أحمد السيد الغيطاني من مصر، أحكام التجويد والأداء الصوتي. هؤلاء هم الصفوة من 100 متسابق شاركنا وإياكم معهم من بداية هذه الجائزة في هذه الدورة، من بداية حلقات رمضان إلى يومنا هذا. إذن بقي محكم واحد انتهينا. شكرا لكم مشايخنا الكرام. ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى المتنافس الثاني من مصر إلى المغرب، والقارئ أنس حمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. القارئ أنس حمان بارك الله فيك، ونستمع لملاحظات الشيخ عبد الرشيد صوفي. والله كما تفضل الشيخ أيضا، يعني بس أنس نذكره أن بدأه بعد وقفه أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة، كان لا ينبغي أن يفعل هذا، يعني الكلام موصول بعضه ببعض يدي فإما أن يصل كلها وإما أن لو انقطع نفسه يرجع مرة أخرى. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة، بعدين أو تأتيهم الساعة.
هذا الذي كان يعني نتوقع منه يعني، اما ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليه. بارك الله فيك، بارك الله في انس. ونبدا تقييم المتنافس الثاني معنا في هذه الحلقه، انس حمام من المغرب. نبدا باحكام التجويد وايضا الاداء الصوتي، ولعل هذه المرحله تقل فيها الملاحظات على احكام التجويد لانهم يعتبرون هم الصفوه وهم النخبه، وهذه المقاطع التي تعطى لهم انما هي تعطى من باب الامتحان والاختبار، وبالتالي هي أصعب من الاختيار الأول. بقي دكتور محمد أمين مشاري، إذا انتهينا. شكرا لكم مشايخنا الكرام. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى المتنافس الثالث في هذه الحلقة من اليمن، بلال عبد الله الأغبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب،
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. القارئ بلال عبد الله الأغبري، بارك الله فيك على هذه التلاوة، ونستمع لتحكيم الشيخ محمود عكاوي. بسم الله. الأخ بلال الأغبري دائما يعني يجهد نفسه بالتلاوة، يجهد نفسه بالتلاوة، يعني لا يأخذ التلاوة بانسياب وسهولة ويقرأ بتصوير لكي يرتاح ويرتاح السامع. وقع منه يعني خطأ، نعم، ولدار الولدار الآخرة هو وقال ولدار الآخرة ثم بس خلاص. وقع في خطأ جلي، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة ولدار الآخرة ولدار الآخرة هو قال ولدار الآخرة. نعم ولدار الآخرة. هذا الخطأ في هذه المرحلة، يعني هذا الخطأ يعني يجعله يعني يقع في يصيبه في مقتل. غير إضافة التركيب إلى نعم صفة التركيب، هذا لا يصح، فلينتبه. وهو يقرأ عن يعني من المصحف، فلينتبه إلى هذا الأمر. مفاجأة الوقت، مفاجأة الوقت، نعم، يعني نعذره إن شاء الله، فلينتبه لهذا الأمر، يعني يقرأ المقطع القرآني مرة واثنين وثالثة وليدرب نفسه على ذلك، هو وغيره بإذن الله. إذا نبدأ تقييم مشايخنا الكرام، تقييم تلاوة القارئ الثالث معنا والمتنافس الثالث في هذه الحلقة، بلال عبد الله الأغبري من اليمن. أحكام التجويد والأداء الصوتي. القارئ الثالث بلال عبد الله علي الأغبري في انتظار لجنة التحكيم. دكتور محمد أمين مشاري، نحن في انتظارك. نحن في انتظاره، نعم، إذا تم. الدكتور محمد أمين، نأخذ معك الملاحظات. نعم. دعنا نبدأ بداية، القارئ أحمد السيد، ملاحظاتك عليه. أحمد السيد ما شاء الله صوته جميل، لين سليس، في هدوء ما شاء الله، يعني عجبني صوته، وأتى بالبيات راس حجاز، لكن يعني أداؤه أداء متوازن من جهة، ومن جهة أخرى لكن متوسط، ليس عنده أي إبداع. ومثلا في قوله عز وجل كان على ربك حتما مقطية، كان يقرأ على مقام الحجاز، حاول جواب الحجاز لكن لم يتمكن من ذلك، يعني كان أداؤه كان أداء متوسط، لم يأتي بالجواب المقامات بل أتى بالقرار والوسط فقط. القارئ الثاني أنس حمان من المغرب. الثاني أنس حمان، ما شاء الله انتقاله من البيات إلى الرست كان انتقال جميل للغاية، تم بلطف ما شاء الله، لكن في أدائه أنا لاحظت العديد من النشاز،
يعني في القفلات غالبا ما وقع في النشاز، لما تم ذلك؟ مثلا في قوله عز وجل وهم مشركون، نجاز واضح للغاية، عذاب الله نشاز، لا يشعرون نشاز 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 في القفلات كلها. في الانتهاء لم يتمكن من الرجوع إلى طبقة بدأ بها، يعني من البداية إلى النهاية هناك أنات كثيرة للغاية. القارئ الثالث بلال الأغبري. بلال عبد الله الأغبري ما شاء الله هو مر بالعديد من المقامات، ربما هو أظهر يعني تمكنه وقدرته على الأداء بمقامات عديدة، لكن وذلك أدى إلى الاستعجال في الانتقالات. أشبع مقام البيت فقط، لكن هذا يعني شبه الإشباع، لم يتم برمة. نهاونت، راست، سيجا، حجاز، والتقلص كان جميلا. يعني استعجاله في الانتقالات، ما عدا استعجالي في الانتقالات كان أداؤه أداء جميل للغاية. شكرا لك يا دكتور محمد أمين مشالي، وشكرا لكم مشايخنا الكرام. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى فاصل، ومن ثم نعود لنكمل مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في ميدان الأجر، ونشنف الأسماع بأجمل التلاوات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة، وتحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم. هنا ميدان الأجر، من قرأ له أجر، ومن علم له أجر، ومن استمع له أجر. والأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. مع المتنافس الرابع في هذه الحلقة من الفلبين والقارئ حسين مانمبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواكح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم
فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. وإن ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن رب هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صلصال من حمأ مسنون والجان خلقنا قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون صدق الله العظيم. من الفلبين القارئ حسين مانمبان، بارك الله فيك، وناخذ ملاحظات احكام التجويد. شيخ احمد، اشير الى امر مهم، خاصه ان المشاهد اللي بيسمع قد يسال ويقول يعني مثلا هؤلاء انتقلوا الى مرحله، نعم، لاجل ان هم يصف فيما بينهم اختيار الاوائل، فكيف به يخطئ؟ يعني اخطا في القران نفسه، واضح ان انه في الموضع الاول او في المنافسه الاولى، المنافسه الاولى قرأ ما عنده، فقرأ الشيء اللي هو معتاد عليه، معتاد ومضبط مضبطه. يعني هنا لما تم الاختيار له مسكين، قال ايه؟ وإنا لنحن نحيي ونميت، قال نحن نحيي ويميت. يعني ما قرأ به احد، يعني ولا في الدنيا، هو بس وحده غير الصيغه. هو وحده قرأ به. والوقف والابتداء وخزائنه، والوقف والابتداء وامي شان اللي عندنا خزائنه وما ننزله. ثم رجع قال خزائنه وما ننزله، دليل على طبعا هقول يعني هقول مثلا انه اعجمي، القرآن ملوش دعوه باللي بيقرأ القرآن العربي غير ذي عوج، فالحقيقه يعني اصبح الحكم عليه واضح يعني. الله يبارك فيك شيخ أحمد المعصراوي، وأعان الله القراء على هذا التحدي. نبدأ بالتقييم، نبدأ تقييم المتنافس الرابع في هذه الحلقة حسين مانمبان.
من لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي، لأن بالفعل لأنه حتى كنا قبل كورونا، زمن كورونا، حينما كان القراء متواجدين في الاستوديو أيضا يقعون في نفس الأخطاء أحيانا لرهبة المكان، وكذلك هم نجعلهم يعيشون نفس نفس الأجواء عن بعد، لأنه يلزم بوقت محدد ويلزم وقت محدد، وبالتالي يقع في نفس الأجواء. في إحدى السنوات واحد كان ممتاز، كان مميز، كان له المرتبة الأولى، أخطأ في صورة فطر، سبحان أخذ الله. المرتبة الثالثة. نعم، نسأل الله الإعانة. إذن أيضا انتهينا من دكتور محمد أمين مشاري، بارك الله فيك. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى المتنافس الأخير في هذه الحلقة، باسم العسلي من سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم من الغافلين.
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. القارئ باسم العسلي، بارك الله فيك على هذه التلاوة، ونأخذ تقييم الشيخ عبد الرشيد صوفي من الملاحظات التي على قارئنا. أحسن لا تأخذ تقييم، خلاص والله من بداية هذه الحلقة والملاحظات خفيفة وهي معدومة يعني. لا جزاهم الله خيرا، الشباب راعوا الأحكام، ويعني رغم أن هذا النوع من القراءة دائما يأتي فيه الخلل في التجويد، ولكن ما شاء الله هذا الصفوة المختارة ما شاء الله عندهم انضباط في أحكام التجويد يعني. بارك الله في القارئ باسم. بارك الله فيك. إذا نبدأ تقييم. نعم. تقييم المتنافس الأخير معنا في هذه الحلقة من سوريا باسم العسلي، نأخذ من أحكام التجويد تقييمهم، وكذلك من الأداء الصوتي دكتور محمد أمين مشالي. باسم العسلي ينتظر ونحن كذلك ننتظر، بقي محكم من لجنة أحكام التجويد والدكتور محمد أمين مشالي. إذا انتهينا من التقييم، بارك الله فيكم. دكتور محمد أمين، دعنا نأخذ الملاحظات، ملاحظات التلاوة. نبدأ بحسين، شيخ حسين. حسين نعم، من الفلبين. نعم. أنا لاحظت في أدائه في بعض القفلات نشاز، على الرغم من أنه يعني متمكن في الأداء، كيف يتم ذلك؟ لكن هو مر بجهرجة وسيكا، كان أداؤه في هذين المقامين جميلا للغاية، أتى بالبيات بالرست، لكن أداؤه في الجهرجة وفي السيكا كان ممتازا للغاية، جميل. من سيكا إلى البيات انتقال غير صحيح في النهاية. أحياناً القراء يعني هم عندما أرادوا الذهاب إلى القراء في النهاية يستعجلون بالانتقال، فلذلك يعني يقعون في النشاز أو في سوء التقلص. والقارئ الأخير باسم العسلي، ننتقل. أداؤه إجمالاً جميل، لكن في القفلات أنا لاحظت عدم التنوع، دائما يعني يكرر نفس النغمات، وفي عنده اهتزازات أحيانا تمام لطيفة هذه الاهتزازات، لكن عندما يبالغ يعني يتعب المستمع. المستمع يحتاج إلى شيء جديد، يعني أنا لا أريد سماع النغمات دائما، يعني نفس النغمات دائما لا أريد، بل أريد تجديد النغمات في القفلات، هذا يعني يؤدي إلى التنوع في الأداء. لكن الشيخ باسم، أخ باسم ما شاء الله دائما يأتي بنفس النغمات في القفلات، في كلمة مبصرون و يقصرون أظنه، وقع في النشاز، هذا ما لاحظته في أدائه. بارك الله فيك دكتور محمد أمين، وأيضا مشايخنا الكرام شكرا لكم. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى فاصل، وبعدها نعود لنتعرف على من من القراء سيتأهل للمرحلة الختامية في هذه الدورة، الدورة الخامسة، كونوا بالقرب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة، عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل لنتعرف على من القراء سيشاركنا في المرحلة الختامية لهذه الدورة، الدورة الخامسة.
شاركنا في هذه الحلقة من مصر أحمد السيد، ومن المغرب أنس حمان، ومن سوريا باسم العسلي، ومن اليمن بلال عبد الله الأغبري، ومن الفلبين حسين مانمبان. حصل على المركز الخامس مشاهدينا الكرام من المتنافسين في هذه الحلقة حسين مانمبان، المركز الرابع بلال عبد الله الأغبري، المركز الثالث أنس حمان، المركز الثاني باسم العسلي، أما المركز الأول والمتأهل للمرحلة الختامية أحمد السيد عبد الكريم الغيطاني من مصر. مبارك يا أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. قبل أن نختم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نختمها بخير عبادة كما ذكر الشيخ أحمد المعصراوي في بداية هذه الحلقة، أن خير العبادة هي الدعاء، فمع دعاء شيخنا الشيخ عبد الرشيد صوفي. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن خرجوا منه وانتهوا وهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. نسألك اللهم أن توفقنا ليلة القدر بعمل صالح مقبول يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا نظر الرضا، اللهم انظر إلينا نظر الرضا، اللهم انظر إلينا نظر الرضا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لوالدينا وللمسلمين أجمعين. صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.